يستضيف اليوم ملعب الطيب المهيري بصفاقس مباراة النادي الصفاقسي الرياضي وضيفه الترجي الجورجيسي في الجولة السادسة من الدوري التونسي لكي تشاهد معنا هذه المباراة ما عليك فضل الضغط في زر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب المباراة في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت تونس والساعة الثالثة والنصف بتوقيت غرينيت سوف تدعي المباراة عبر قناة الوطنية الوحيدة الناقل الحصري للمباراة تجربة في صندوق الوصف عند بداية المباراة لا يكون الفرجة الممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة واشتركونا ايضا من المباراة من سوف يفوز فريق النادي سريد الريد المستمرة اليوم او فريق الترجي الجورجيسي الطيف في مباراة اليوم